افرحوا بالبلاء، افرحوا بالمرض والمصيبة، ترى فيها من التخفيف لذنوبكم والتجاوز عن سيئاتكم ما لا يدرك بأعمالنا. أعمالنا ما عندنا أصلا من الأعمال الصالحة ما يؤهلنا إلى أن ننال المراتب العليا يوم القيامة. ضعفاء يا إخوة، فالله يجعل هذه المصائب ترتقي بمنازلنا عند الله يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث الآخر عند الترمذي عن أنس قوله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية في الدنيا، أهل العافية في الدنيا يوم القيامة حين يرون الثواب لأهل البلاء أن يقربوا بالمقاريض. شفتوا مقاريض الشجر؟ المقاريض هذه حقت الشجر نراها. أهل العافية يوم القيامة يرون أجور لأهل البلاء، منازل رفيعة، فحين يرونها يرون هذا العطاء الهائل لأهل البلاء والمصائب يودون أن يعودوا إلى الدنيا فيقربوا بالمقاريض. اليوم أحد يتحمل ألم يصاب في الدنيا؟ ما يتحمل إنسان، لو نار ولاعة يسيرة ما يتحمل أن يصبر عليها حتى ثواني. هذا استعظم العطاء الذي كان لأهل البلاء يوم القيامة، فيتمنى أن يقرب بالمقاريض فقط ليصل إلى هذه الدرجات والعطاء الذي ناله أهل البلاء في الآخر. هذه رسائل تجعل كل مبتلى يسمع مثل هذه الأحاديث يقول الحمد لله، رضيت بقضاء الله وقدره، الحمد لله يا رب يجعلها كفارة ورفعة لدرجاتنا، والدنيا مصيرها إلى موت وانقضاء، والحياة الحقيقية هي الآخرة. فالإنسان كيف يبدل ما يصبر على هذا البلاء مقابل الحياة الأخروية التي فيها من الأجور؟